في إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة الصحة الهادفة إلى محاربة جميع أنواع الإعاقات الجسدية، نظمت مندوبية وزارة الصحة بفاس صبيحة اليوم بدار المسنين باب الخوخة حملة طبية همت توزيع أزيد من 60 نظارة طبية على مسناتي ومسني المؤسسة. العملية والتي أشرف عليها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة السيد عبد الله السباعي استحسنتها كثيرا الأطر الإدارية والطبية المشرفة على الدار، كما رحبت بها أوساط جمعوية حضرت هذه المناسبة. فالحملة تجسد بعمق سياسة القرب الفعالة المنتهجة من طرف مندوبية وزارة الصحة بفاس لفائدة جل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ أن عملية توزيع النظارات الطبية هاته سبقتها لقاءات أجرت خلالها المندوبية فحوصات طبية بصرية شاملة لفائدة نزلاء المؤسسة. الإعاقة كما هو معلوم أن وزارة الصحة كتعمل على محاربة الإعاقة الجسدية، وعندنا فاس واحد الورشة اللي كتعمل على تعويض الأعضاء إلى غير ذلك. ومن محاربة الإعاقة الجسدية انطلقنا لمحاربة الإعاقة البصرية والسمعية، وهذه السنة هذه يعني درنا واحد العملية أننا جينا لهاد المسنين باش نشوفوا الحالة ديالهم، وطلعنا عليهم واحد كاين هناك فحص قبلي، وطلعنا على الحاجيات ديالهم فيما يخص النظارات المشاكل ديال البصرية، ودابا جينا باش نفرقوا عليهم واحد 60 وحدة ديال النظارات، وان شاء الله السنة الماجية غادي ندرجوهم عاوتاني فيما يخص الإعاقة السمعية، وغناخذوا واحد العدد بالنسبة لأنه كاين هناك برنامج اللي كيشمل جميع المواطنين ماشي غير هذا، وكناخذوا كل عام كناخذوا من الخيرية واحد المجموعة اللي كتستافد من هذا البرنامج هذا. وشكرا.